اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل يوجد ملاك من الملائكة رفعت سيدنا عيسى عليه السلام من الأرض للسماء؟ وهل رفعت روحه أم جسده؟ هل رفع سيدنا عيسى عليه السلام حياً أم ميتاً؟ وهل رفعت روحه أم جسده إلى السماء؟ فهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. الله جل جلاله هو خالق الخلق ومالك الملك، خلق الزمان وشرف بعضه على بعض، وخلق المكان وفضل بعضه على بعض، وخلق العباد واصطفى بعضهم على بعض. وهذا من تمام عظمته التي لا يبلغ كنهها أحد، ومن تمام ملكوته الذي تعجز الخلائق عن إدراكه. قال تعالى: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. وهذا من تمام مشيئته وطلاقتها وعظيم ربوبيته وسلطانه سبحانه. قال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فإن مما يجب على المسلم اعتقاده والإيمان به هو أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام إلى السماء بروحه وجسده، وأنه حي، وأنه سينزل في آخر الزمان، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وفي سورة النساء: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: يجب الإيمان بأن عيسى ابن مريم رفع إلى السماء بجسده وروحه حيا، لم يمت حتى الآن، ولم يقتله اليهود ولم يصلبوه، ولكن شبه لهم فزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، في قوله تعالى: بل رفعه الله إليه. أن يكون سبحانه قد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أنهم صلبوه وقتلوه، لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة، ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعواهم القتل والصلب، فلا يكون رفع الروح وحدها ردا عليهم، ولأن اسم عيسى عليه السلام حقيقة في الروح والبدن جميعا، فلا ينصرف إلى أحدهما عند الإطلاق إلا بقرينة ولا قرينة هنا. بت بالأدلة من الكتاب والسنة أن عيسى ابن مريم عليه السلام لم يقتل ولم يمت، بل رفعه الله إليه حيا، وأنه سينزل آخر الزمان حكما عدلا في هذه الأمة. فمن قال إن عيسى قد مات وأنه لا ينزل آخر الزمان فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخطأ خطأ فاحشا، ويحكم بكفره بعد البلاغ وإقامة الحجة عليه لتكذيبه لله ورسوله. بل رفعه الله إليه ردا وإنكارا لقتله وإثباتا لرفعه، أي اليقين إنما هو في رفعه إليه، وكان الله عزيزا حكيما، أي لا يبعد رفعه على الله، لأنه عزيز لا يغلب على ما يريده، وحكيم اقتضت حكمته رفعه فلا بد أن يرفعه، وهي حفظه لتقوية دين محمد صلى الله عليه وسلم حين انتهائه إلى غاية الضعف بظهور الدجال فيقتل. الشيخ عطية صقر رحمه الله، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف،
قال: جاء الحديث عن وفاة سيدنا عيسى ورفعه في 3 مواضع من القرآن الكريم، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. والآية الأخيرة في معرض كلام الله تعالى لعيسى يوم القيامة: ولا شك أن كل حي سيموت ويبعث بعد الموت. والآيتان الأخريان تؤكدان رفع عيسى إلى الله وأن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه. وفي الآية الأولى منها أن الله متوفيه ورافعه، فالقدر المتفق عليه أن عيسى لم يقتل ولم يصلب وأن الله قد رفعه إليه وتوفاه. والخلاف هنا في نقطتين في معنى الرفع ومعنى الوفاة وفي سبق أحدهما على الآخر. فقيل في معنى الرفع: رفع مكانة ومنزلة بالنصر على الأعداء، وذلك قدر مشترك بين الأنبياء جميعا لا يختص به عيسى. وقيل إنه رفع مكان، والمكان هو السماء، لأنه هو الذي يرفع إليه من الأرض التي كان يعيش عليها عيسى. لعل هذا المعنى يكون أرجح، لأن رفعه من الأرض إبطال لكيد من دبروا قتله فلا يمكنهم أن يخالوه. كيف رفع عيسى إلى السماء؟ والراجح كانت كيفية رفع عيسى عليه السلام إلى السماء بعد أن ألقى الله تعالى عليه النوم، حيث قال الله تعالى: إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المقصود من لفظ متوفيك الوارد ذكره في الآية السابقة هو الإنامة لا الإماتة. ولكن ما هو المكان الذي رفع منه سيدنا عيسى؟ ذكر بعض العلماء في كتبهم أن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء كان من جبل طور زيتا، ونقل هذا القول ابن الجوزي أيضا في كتابه ونسبه لأبي هريرة. وقال الحسن البصري: كان عمره حينئذ 34 سنة، وقيل 33 سنة، وهو ما نقل عن التابعي سعيد بن المسيب رحمه الله. هناك العديد من الأحاديث النبوية المتواترة التي تخبر بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، ويكون نزوله عليه السلام شرق دمشق عند المنارة البيضاء وقت صلاة الفجر، فيتكفل بقتل الدجال وكسر الصليب ونشر العدل في الأرض والحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعد نزوله عليه السلام من علامات الساعة الكبرى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.